سعيها لتحسين الأمن الغذائي، تواجه البلدان العربية تحديات كبيرة، في مقدمها الجفاف ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة وندرة مصادر المياه والنمو السكاني المتسارع ومضاعفات تغير المناخ. فالعجز الغذائي يبلغ نصف ما هو مطلوب لإطعام السكان العرب. يستورد العرب نصف حاجتهم من المواد الغذائية الأساسية، ووفق تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية AFED حول الأمن الغذائي في البلدان العربية، يمكن إرجاع سبب تدهور الإنتاج الزراعي إلى السياسات الضعيفة وضآرة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا وتراجع التنمية الزراعية وغياب التعاون الإقليمي. الغذاء والمياه مترابطان. المنطقة العربية تواجه ندرة خطيرة في المياه، حيث أن حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة هي 8 مرات أقل من المعدل العالمي. 13 بلداً عربياً من أصل 22 مصنفة في خانة ندرة المياه الحادة، وبموارد مائية تقل عن 100 متر مكعب للفرد، صنف تقرير AFED 6 بلدان عربية في خانة خاصة هي الندرة الاستثنائية، وفي مناطق متعددة لا تتوافر المياه حيث الأراضي الصالحة للزراعة. تسعى الدول العربية إلى تعزيز أمنها الغذائي في ظل تفاقم ندرة المياه، والتي من بين أسبابها استخدام الزراعة حوالي 85% من إجمالي سحوبات المياه بكفاءة متدنية وإنتاجية منخفضة. فمعدل كفاءة الري في 19 دولة عربية أقل من 50%، فإن رفع نسبة كفاءة الري إلى 70% يوفر حوالي 50 بليون متر مكعب من المياه، تكفي لإنتاج ما يزيد عن 30 مليون طن من الحبوب، أي حوالي نصف ما تستورده الدول العربية من هذه السلع الغذائية. تحسين وضع الأمن الغذائي في البلدان العربية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي في ظل محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه مهمة في غاية الصعوبة، ومع هذا توجد حلول قابلة للتطبيق، وقد ظهر هذا في البرامج التي قامت بها إيكاردا وهيئات أخرى، وأدت إلى ارتفاع الإنتاجية الزراعية على نحو ملحوظ في بلدان مثل مصر والمغرب والسودان وسوريا وتونس، فقد تم إنتاج كمية أكبر من المحاصيل باستخدام كمية أقل من المياه. على الرغم من شحة المياه وشحة المصادر الطبيعية في العالم العربي، هناك إمكانات هائلة لزيادة الإنتاج الزراعي وسد الفجوة ما بين الاستهلاك وبين الإنتاج. للأسف في العالم العربي ليس هناك دعم كافي للبحوث العلمية الزراعية. إلى جانب تحسين كفاءة الري، يمكن رفع إنتاجية المياه من خلال استخدامها لمنتجات غذائية ذات قيمة أعلى واعتماد أساليب غير تقليدية. إن الإمكانات المتاحة لتعزيز الأمن الغذائي العربي الذاتي تكمن في كفاءة إدارة واستخدام الموارد من الأراضي الزراعية المحدودة والمياه الشحيحة في إطار من السياسات المناسبة وأفضل الممارسات الزراعية والابتكار في البحوث الزراعية والتقنيات الملائمة. كمية كبيرة من المنتجات الغذائية يتم فقدانها أثناء عمليات النقل والتخزين. 3 ملايين طن من القمح المستورد إلى البلدان العربية تصاب بالتلف والضياع قبل وصولها إلى المستهلكين. الخسارة في الحبوب والقمح أثناء النقل والتخزين تصل إلى 4 بلايين دولار سنوياً، وهذا يعادل 4 شهور من قيمة القمح المستورد إلى البلدان العربية. تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية بيتطلب عمل دؤوب على المستوى الإقليمي بين الدول العربية. مثلاً إذا بنحسن شبكة المواصلات والبنية التحتية، هذا بيقدر يودي لتخفيف بسعر السلع الزراعية والمواد الغذائية بنسبة 25%،
وكمان بيودي إلى تخفيف بالإتلاف والخسارة في المواد الغذائية. تمتلك البلدان العربية موارد مرموقة من الثروة الحيوانية والسمكية، وهي مكتفية ذاتياً تقريباً في الأسماك، خاصة في دول الخليج والمغرب، لكن استهلاكها من اللحوم مرتفع، حيث تستورد من الخارج 25% من حاجتها إلى اللحوم الحمراء، وسيرتفع هذا في المستقبل مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي. السمك هو نوعية جيدة من البروتين، وهو يفضل عن اللحوم الحمراء. نحن ندعي الناس لتاكل لحوم بيضة، يلي هي السمك من أهم مصادرها، ويتميز أنه ما في دهون يلي هي مؤذية للصحة. وبعدين إنتاج السمك ببلادنا ممكن يكون جيد، لأنه ما بيعمل ضغط على الموارد الطبيعية تبع بلداننا. من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تراجع كمية المياه المتوافرة في المنطقة العربية إلى النصف مع نهاية القرن 21، ومع ارتفاع معدلات درجات الحرارة سيكون لهذا أثر كبير على إنتاج الغذاء إذا لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة، وهذه تشمل تشجيع أنماط بديلة في العادات الاستهلاكية الغذائية والتوجه إلى أصناف غنية بالمكونات الغذائية المفيدة، ولكنها تحتاج إلى كمية أقل من المياه لإنتاجها. بالإضافة إلى المصادر الطبيعية الشحيحة، تغيير المناخ سوف يزيد المشكلة في العالم العربي في عدة نواحي. الناحية الأولى زيادة الحرارة وشح المياه سوف يكون أكثر، الجفاف سوف يكون بوتيرة أسرع مما هو في السابق. إذن يجب أن نعمل جميعاً، وبالأخص يعني أصحاب القرار في العالم العربي، على دعم التوجه بالنسبة للتأقلم مع التغير المناخي. بعد كل الحروب والنزاعات ستبقى الحاجة إلى إطعام 400 مليون عربي. هذا ممكن كما يؤكد تقرير أفد حول الأمن الغذائي، وذلك عن طريق زيادة إنتاجية الأراضي وتحسين كفاءة الري وتعديل العادات الغذائية بالتوازي مع التعاون الإقليمي. غير أن استدامة التنمية تستدعي استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة والحفاظ على التنوع الحيوي والقدرة الإنتاجية للأرض والمياه، فرعاية البيئة هي أساس تعزيز إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي. Stop moving so slow. I got mouths to feed. Hurry up and let's go.